هذه حيدرباد في الهند، وهني كان سكن الأخت حميدة. ونلاحظ موقع حيدرباد في خارطة الهند وين تقع، وأيضا نلاحظ موقع البحرين في الخارطة هني. بقيت حميدة لحالها في الهند، وأنتم ممكن تتوقعون حالة الصدمة النفسية عليها، فراق البحرين بلدها وفراق الوالدين مرة واحدة، ثم إضافة إلى الظلم الذي وقع عليها. بقيت حميدة في الهند لمدة سنوات، والغريب أن أهلها في البحرين ما سألوا عنها، وينهم أعمامها؟ ترى هذه من لحمكم ودمكم. حاولت الفتاة البحرينية فترة بقاها في الهند تواصل تعليمها، فأكملت المرحلة الإعدادية، وبذلك هي تعلمت أكثر من لغة، اللغة العربية ولغة الأم اللغة الهندية، وإضافة إلى اللغة الإنجليزية التي تعلمتها في الهند. وبعدها توقفت عن الدراسة، تعرفون تكاليف التعليم في الهند مرتفعة، وخاصة هي ليست هندية، تعتبر أجنبية، ومع ضيق اليد وضيق الحال وانقطاعها عن البحرين توقفت عن الدراسة. وإحنا نتساءل، أمها اللي ماتت ما تركت أي مبالغ مالية؟ أبوها اللي مات ما ترك أي ميراث؟ وهي الوريثة الوحيدة، ما عندنا أي علم في أي حساب بنكي للأب والأم، والبنت للأسف هي اللي دفعت الثمن بأنها حرمت التعليم وعاشت عيشة تقشف بسبب هذا الأمر. لحظة واحدة، إلا أن الأب ترك بيت ملك في مدينة عيسى، هذا الأمر الوحيد اللي نعرف عن أملاك حميدة، وهي محجوبة حتى عن بيت أبوها اللي تركها لها. طيب شو تسوي؟ وين تروح وهي صغيرة ولحالها في الهند؟ الله هداها وراحت السفارة البحرينية، وبحمد الله الأخوة في السفارة هناك تعاونوا معها، وعن طريق اسمها توصلوا لأهلها في البحرين وتواصلوا معهم، لكن لم تكن هناك أي يعني نتائج تذكر. مرت سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات وهي لحالها في الهند. والله حرام، وين أعمامها؟ والله هذه بنت أخوكم. بعد سبع سنوات قرر أحد أعمامها يزورها في الهند ومعاه ورقة شنو؟